كرنفال ثقافي يجمع ما بين دور نشر متنوعة محلية وعربية وأجنبية، هذا ما يميز معرض الكتاب في أربيل هذه السنة من خلال إدارته بشكل يساهم في جعله محطا للأنظار وقبلة يتوجه إليها طلاب العلم والمعرفة من كافة أنحاء المدن العراقية. مؤلفات جديدة تثري عالم القراءة بمعلومات قيمة وتطلع القراء على تجارب فئات تسمى بالأقليات إن صح التعبير، لها دور في إرث الحضارة العراقية ممن نقاسمهم العيش على نفس الأرض، تقدمها دور نشر محلية في معرض الكتاب. هذه المكتبة أعتقد فريدة من نوعها بالعراق وبالعالم العربي حتى. هي طبعا تتكلم عن الأقليات بالعراق، عن الإيزيدية، عن مواضيعها حساسة وجديدة. من ضمن المواضيع اللي بها مثلا بها عن موضوع عن نساء الأقليات، حقوقهن، وجودهن بالمجتمع من نواحي اجتماعية تاريخية، حياتهن الاقتصادية شلون. فأنا أعتقد هذا الموضوع من خلال تجوالي معارض الدول العربية اللي أروح ما وجدت اهتمام بموضوع الأقليات مثل اللي احنا نجي نصدره، ما أقصد بس كدار رافدين، أقصد كنشر عراقي. معرض الكتاب يعد كونه مهرجانا احتفاليا بدور النشر العربية وغيرها، حيث يهيئ التواصل وتداول المعرفة بينهم، كما يتيح فرصة تعارف الشخصيات الأدبية والقراء وإدراك توجهات القارئ الثقافية، فهو المحور الأساس الذي يعد صلب اهتمام الناشر والكاتب على حد سواء. المعارض تتيح المجال للقاء مباشر ما بين الناشر وما بين الناس، هنا يلمس نبض الناس، يلمس اهتماماتهم، يلمس ربما اعتراضاتهم أيضا على بعض أشياء، وهذه كلها من شأن أن تفيد الناشر في كل توجهاته. المعرض يتيح المجال أيضا للقاء مع الكتاب والنقاد، أيضا هذا يغني دار النشر. المعرض يتيح المجال للناشرين أن يلتقوا مع بعضهم البعض، وهذه أيضا ميزة أخرى. فالمعارض بطبيعة الحال هي شريان، عملية إذا شئت هي شريان دور النشر. دور نشر أجنبية حضرت لمعرض الكتاب في أربيل للمساهمة في إيصال الفكر الثقافي للمجتمع العراقي، من بينها من يهدف لتنوير الشعوب بتجارب شخصيات ناضلت في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الطبقية في المجتمعات الغربية. هذه المرة الثالثة التي تشارك بها دار Pathfinder في معرض أربيل الدولي للكتاب. إنه امتياز حقيقي لنا لنشارك في النضال من أجل إيصال الثقافة لجميع الناس في كردستان والعراق عموما. نحن كلنا متطوعون في دار نشر Pathfinder، وكتبنا تتفق مع كفاح المجتمع ضد الإمبريالية والحروب وتناصر حقوق الشعوب. المعرفة معلومات وحكايات وخبرات تنتج عن تجارب إنسانية نجدها في كتب ومؤلفات تعود لدور نشر متنوعة لها دور أساسي بوضعها في متناول يد القارئ. من داخل معرض أربيل الدولي للكتاب، ماس القيسي، المدى.